يقول حلق اللحية هل من كبائر الذنوب؟ أنا قبل أن أجيب على هذه المسألة، يعني ماذا يترتب على الجواب؟ دائما الإنسان إذا أراد أن يسأل ينتظر جوابا ويبني على هذا الجواب. ماذا يترتب على هذا السؤال؟ عندما أسأل أقول هل ما أمر الله به واجب أو مستحب؟ هل ما نهى عنه حرام أو مكروه؟ هل هو حرام من الصغائر أو حرام من الكبائر؟ ماذا يترتب عليه؟ ألا يكفينا أن الله أمر؟ ألا يكفينا أن النبي أمر؟ ألا يكفينا أن الله نهى؟ ألا يكفينا أن النبي نهى؟ يكفي، هكذا المسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو الأصل، هذا هو السبب. أنا لا أقصدك، قل هذا هو السبب الذي كان لأجله إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ارتفاع وإيماننا في انخفاض، وهو أننا نسأل مثل هذه الأسئلة التي نبني عليها. فلو كان الإنسان يسأل مثل هذا السؤال لمعرفة فقط لا بأس، لكن إذا كان هذا السؤال مبنيا عليه العمل مصيبة. يعني كأن الإنسان يقول إذا حرام لن أفعل، إذا مكروه سأفعل، إذا أمر الله به على سبيل الوجوب سأفعل، إذا أمر به على سبيل الاستحباب لن أفعل، إذا كانت صغيرة سأقدم عليها، إذا كانت كبيرة لن أقدم عليها. ما هكذا كانوا يتعاملون مع الله جل وعلا أبدا. ولذا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه يعني كان أحدنا يرى الذنب كأنه جبل يريد أن يسقط عليه، أما أحدكم فيرى كأنه ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا. ويقول بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. هذه القضية إذن. ألا يكفينا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بغض النظر واجب مستحب حرام مكروه، طالما أنه أمر نلتزم، طالما أنه نهى نلتزم. قضية حرام ولا مكروه واجب ولا مستحب هذا درس علمي، درس علمي فقط. قد تنبني عليه بعض الأحكام إذا تعارض مكروه مع محرم ولا بد أن أفعل أحدهما، فهنا يقولون تأخذ أقل المفسدتين فتفعل المكروه ولا تقع في الحرام. إذا جاءك واجب ومستحب أيهما تقدم؟ أقدم الواجب على المستحب. لكن إذا لم يكن تعارض فالأصل في المسلم أنه ما أمر به أن يفعله يفعله، وما أمر به أن يتركه يتركه، انتهى الأمر. هكذا يجب علينا أن نتعامل مع النصوص، فضلا عن أن شيئا حرام ثم بعد ذلك نتكلم هل هو كبيرة أو صغيرة. طيب ما الذي يترتب على هذا إذا كانت كبيرة أو كانت صغيرة؟ الكبيرة هي في حق الله والصغيرة كذلك في حق الله سبحانه. فالذي أذنب كبيرة أذنب في حق الله، والذي أذنب صغيرة أيضا أذنب في حق الله سبحانه وتعالى، فصاحب الحق واحد جل وعلا. فلا يجعلنا هذا الأمر نتهاون بالذنوب بحجة أنها صغيرة ونتساهل بها، لأن حتى الكبائر تتفاوت أيضا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنب قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. حتى الذنوب تتفاوت، حتى الكبائر تتفاوت، بل الموبقات تتفاوت. فهل معنى هذا أن إذا هذه أكبر من هذه آتي هذه وأدع هذه؟ لا، ليس كذلك الأمر. كما أن الواجبات أيضا تتفاوت، فركن الصلاة ليس كركن الصيام، فهل يعني هذا أني أحرص على الصلاة وأهمل الصيام؟ ليس كذلك. أوردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا تورد يا سعد؟ الإبل.
فالمسلم عليه أن يلتزم بالأوامر ويجتنب النواهي بغض النظر هل هي حرام أو مكروه، واجب أو مستحب، كبيرة أو صغيرة، كبيرة أو موبقة. لأن كما قلت يأتي إنسان فيقول هذه صغيرة ليست كبيرة، ثاني يقول كبيرة بس مو ليست موبقة، ليست من السبع الموبقات. يأتي ثالث يقول من السبع الموبقات لكن ليست كفرا. ستجد أناسا يقولون مثل هذا الكلام، يتدرجون في مثل هذه الأمور. ولذا قال الله تبارك فلا تتبعوا خطوات الشيطان، فسماها خطوات، يتدرج يتدرج مع الإنسان خطوة خطوة حتى ينال منه مراده. فعلينا نتقي الله في هذه القضية. أما نرجع الآن يأتي الجواب على السؤال، حلق اللحية نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإعفائها. وقد بين بعض أهل العلم على يعني التفرقة بين الكبيرة والصغيرة، قال كل ما توعد به بعذاب أو كان في حد في الدنيا أو جاء معه لعن أو غضب من الله تبارك فهو كبيرة. لما نأتي لحلق اللحية فنجد أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمر بإعفائها، أمر بتركها صلى الله عليه وسلم، لكن لا نجد أنه قال بلعنة من حلق اللحية أو غضب الله عليه، ولا بطرده من الرحمة، ولا بحد رتبه على هذا الأمر، ولا توعد بالنار على هذا الأمر. فالصحيح أنها محرمة ولا يجوز، ونقل الإجماع على تحريم حلقها ابن القاسم وابن حزم وابن تيمية وغيرهم الإجماع على تحريم حلق اللحية. لكن تبقى هل هي من الكبار أو لا، الظاهر أنها ليست من الكبار لكنها معصية، والعلم عند الله جل وعلا. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.